تبارك الله على الشيخ الحسن، تبارك الله على الشيخ الحسن الجعفري. تلقى في خاطر جميع العمرانيين الحاضرين معنا في هذه الأمسية تلقى رائعة جدا لصربة أيتب عمران سيدي فني التي تمثل هنا جهة قلميم ودن. كما قلت ستستمر عروض التبردة على مدى 4 أيام. اليوم التقليدية التي أخذت مشعل المحافظة على هذا التراث الأصيل. بارك الله على جنب شعيب المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل تقايوت عن جمعية السلام للفروسية التقليدية بمدينة الدشيرة الجهادية. نحن جد سعداء بتنظيم هذا المهرجان الوطني للفروسية التقليدية. طبعا دور السادة عمران للمهرجان الفروسية التقليدية المنظم من طرف جماعة الدشيرة الجهادية بتنسيق وتعاون مع جمعية السلام كما قلت سابقا للفروسية التقليدية التي تمثل جماعة الدشيرة الجهادية في مجموعة من الملتقيات سواء المحلية وكذلك الملتقيات الوطنية. نحن جد سعداء بهذا التنظيم المحكم ونفتخر بأن مدينة الدشيرة الجهادية لا زالت تحافظ على الموروث أو الإرث الثقافي الذي تزخر به منطقتنا أو جهة سوس مسا. نشكر جميع الفعاليات التي تساهم في إنجاح هذه الدورة بالخصوص. الشكر موصول كذلك للسلطات المحلية ورجال الأمن الوطني، القوات المساعدة وكذلك الوقاية المدنية. وكما لا تفوتنا الفرصة أن نشكر جميع الفرق المشاركة بهذا المهرجان الذي أصبح له صيت على المستوى الوطني، وجميع الفرق تحاول وتسعى أن تشارك في ذكرى المولد النبوي بهذه المدينة الأبية، مدينتنا العزيزة الدشيرة الجهادية. شكرا. هشام أبو العباس رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني. فكما كتعلموا اليوم أنه تحت شعار الدشيرة أرض التراث وحاضنة الثقافات، انضم المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية بمعية جمعية السلام للفروسية، واحد المهرجان اللي هو وطني اللي معروف ديال التبردة. فالحمد لله عرف المشاركة ديال أزيد من 14 فرقة تقريبا ديال الصربات اللي جاوا في مختلف المناطق ديال المغرب، منهم أسفي، منهم صويرة، منهم أيتب عمران وما إلى ذلك. فالحمد لله اليوم الأولي اللي شاركوا في هذه الصربات هذه عطات واحد الصدى وعطات واحد الدواق على مستوى مدينة الدشيرة الجهادية. أكيد أنه عطى واحد لامباكت في هذا اليوم هذا، والحمد لله هذه هي البداية. بقى غدا وبعد غدا ونهار اثنين ان شاء الله، والحمد لله غتكون الفرجه وغتكون واحد الجمهور غيستمتع ان شاء الله بهذا المهرجان هذا ديال التبريضه. والشيء اللي كيطلج الصدر هو انه حقيقه كنلقاو عائله تيتبازين اللي كانوا كيشاركوا ابا عن جد، والحمد لله ضمنوا الاستمراريه ديال هاد العادات والتقاليد في مدينه الدشيرة الجهاديه. اكيد انه غيكون الخير من هنا لقدام ان شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد واله وصحبه. ولله الحمد. الدوره 16 واليوم الاول من هذه الدوره. هذه الدورة هذه كتميز على الدورات الصارمة وبحضور جميع السربات ومجموعات من كل ربوع الوطن، وهذه تتميز بحضور مكتف للمواطنين المدعوين و جميع السكان ديال أكادير الكبير. ولا بد أن
نشكر كل من ساهم في هذه التظاهرة الوطنية من السيد الرئيس إبراهيم الدهموش لجماعة التشيرة الجهادية والسلطات المحلية الأمنية القوات المساعدة وجميع الداعمين المساهمين في هذه التظاهرة التي هي بمثابة تقاليد وثقافة ديال المدينة ديال أكادير الكبير.